إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 27 والآية 28 من سورة آل عمران، فإلى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذه الآية الكريمة جاءت عقب الآية التي تقدمتها، والتي فيها توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى داعين متضرعين معترفين بأنه مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وقد ذكرنا في تلك الآية السابقة أن مناسبة تلك الآية لما سبق، أنه بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان من كفر الكافرين ومن بينهم أهل الكتاب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاجته في أن الدين عند الله الإسلام، وما ذكر في ضمن هذا الحديث، جاء بتلك الآية الكريمة من أجل بيان أن هذا ليس بأمر مستغرب وليس بأمر فيه لبس على أحد من أهل العقل، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف هذا الوجود، فهو سبحانه مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فلا غرو. إذا اختار الله سبحانه وتعالى من اختار من عباده لحمل أمانته والاطلاع بأعباء رسالته، فإن ذلك شأنه سبحانه، يصطفي من يشاء، وهو عز وجل له الحق في أن ينزع الملك ممن يشاء من عباده فيجعله في من يشاء منهم، فلا عجب إذا نزع الرسالة والملك من بني إسرائيل إلى أمة أخرى، لأن ذلك إنما هو شأنه تبارك وتعالى، فهو يصرف الوجود كيفما يشاء. وبعد ذلك جاء بهذه الآية الكريمة لتكون امتداداً لما قبلها، فإنه سبحانه كما أنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، تتجلى آياته العظيمة في سننه في خلقه، فهو سبحانه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فالأمور تتغير وتتحول، وذلك مما يؤذن بأن
لهذا الكون مصرفة، يصرفه كيفما يشاء، فهو الذي أوجد هذه النواميس وهذه السنن. فلا عجب إذا ما اختص من يشاء من عباده بما يشاء من فضله وإمداده، فإن هذه هي سننه في الحياة. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، الخطاب موجه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. هذا الإيلاج فسره جماعة من المفسرين بأن المراد به ما يكون من النقص في الليل والزيادة في النهار والعكس، فإن هذا النقص والزيادة إنما هما إيلاج، فعندما ينقص شيء من الليل إنما يولج في النهار بحيث يزاد به النهار، وعندما ينقص شيء من النهار فهو يولج في الليل ليزاد به الليل. وهذا إنما يكون باختلاف الفصول وبحسب الاختلاف في القرب من خط الاستواء والبعد عنه. وقد حكى الإمام الطبري عن السدي أن هذه الزيادة التي هي إيلاج لليل في النهار وللنهار في الليل هي بحيث يزاد الليل حتى يصل إلى 15 ساعة، وينقص النهار في مقابل هذه الزيادة حتى يكون 9 ساعات، وكذلك العكس. وهذا أمر يختلف كما ذكرنا باختلاف البلدان من قربها من خط الاستواء وبعدها عنه، فبقدر ما يكون البلد قريبا من خط الاستواء يكون التفاوت قليلا بين الليل والنهار حتى ينعدم التفاوت نهائيا عند خط الاستواء. وعند ما يكون البلد بعيدا عنه يكون هذا التفاوت أكثر، وقد يزيد التفاوت على ذلك بكثير، حتى أنه في أيام الصيف في البلدان التي هي في جهة القطب المتجمد يصل الأمر إلى أن يكاد ينعدم الليل نهائيا، بحيث لا يكون ليل إلا بمقدار لحظات قليلة ويستمر النهار، بعكس ما يكون ذلك في الشتاء. فإذا لا تتوقف الزيادة مع النقصان على هذا المقدار الذي ذكره الإمام الطبري عن السدي. وقد أورد هذا الكلام نفسه جماعة من المفسرين، منهم أبو حيان والقرطبي وقطب الأئمة في هيميانه، وهو كما ذكرنا يختلف باختلاف الأحوال، ولا يمكن أن تحمل عليه جميع البلدان لأجل ما ذكرناه. ومنهم من فسر هذا الإيلاج بأنه بمعنى أن يكون الليل في محل النهار والنهار في محل الليل، وفسر المفسرون القدامى ذلك بانعدام النهار لأجل حلول الليل وبانعدام الليل من أجل حلول النهار، فقالوا بأن هذا الانعدام وبمثابة الولوج، فكأنما المنعدم ولج في الآخر، فالليل عندما ينعدم يكون كأنه ولج في النهار الذي حل محله، والنهار عندما ينعدم يكون كأنه ولج في الليل الذي حل محله، فكل منهما يلج في الآخر، والله تبارك وتعالى هو الذي يولج. ومن المعلوم
أن الليل والنهار لا يرتفعان من الأرض، فهما يلفان بالكرة الأرضية لفا مستمرا باستمرار. والذي يتبادر لي من معنى الآية الكريمة بأن المراد بإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل أن النهار يكون وراء الليل يتبعه يسير خلفه سيرا حثيثا، والنهار أيضا يكون وراء الليل، فكل واحد منهما يحل محل الآخر. الليل عندما يأتي من الشرق يكون وراء النهار وهو يتبع النهار إلى جهة الغرب، والنهار يسير بسرعة إلى جهة الغرب أيضا ليتبع الليل، بحيث يحل كل واحد منهما محل الآخر. هذه هي سنة الله تبارك وتعالى في الخلق. وبعدما وضح الصبح لذي عينين وأصبح الأمر بهذا الوضوح، لا ينبغي أن يعدل عن هذا التفسير، لأنه التفسير المتبادر. فهذا الولوج ولوج ظاهر حقيقي لا يحتاج إلى شيء من التأويل، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هو الذي أثبته العلم، بل أثبتته المشاهدة، وهو الذي يدل عليه أيضا قول الله تبارك وتعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فالله سبحانه وتعالى يجعل الليل يغشى النهار يطلبه حثيثا، بحيث يسرع وراءه ويدخل مدخله ويحل محله، وهكذا يكون شأن الليل مع النهار، فكل واحد منهما يسعى وراء الآخر سعيا حثيثا بأمر الله سبحانه وتعالى. وفي هذا آية للعباد. وذكر الإمام ابن عاشور في تفسير إلى أن ما ذكر هنا إنما هو إشارة إلى سنة الله تبارك وتعالى في الخلق، ففيه رمز إلى سنن الله تبارك وتعالى في الأمم عبر القرون المتتابعة. فقد كان الناس على هدى ببعثة النبيين، وعندما كان الناس يطبقون شريعة موسى بن عمران عليه السلام ويتبعون دينه كانوا على هدى، ثم تبعت بعد ذلك العهد أهود مظلمة بسبب انحراف الناس عن الحق وبعدهم عن الصواب، وتبع ذلك ما تبعه من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لتبديد تلك الظلمات، فعاد النهار من جديد بعد من عدم بسبب غشيان ليل الجهل والانحراف والضلال له. وذكر أيضا أن في هذا إيماء إلى ما يكون من سنن الله سبحانه وتعالى من تحول أمة كانت على جهل وكانت في وضع انحطاطي إلى خلاف ذلك الوضع. فالعرب الأميون الذين كانوا على ضلالة وانحراف عن الحق بعث الله سبحانه وتعالى فيهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من أجل إنقاذهم من تلكم الضلالة التي كانوا عليها، فكان لهم الشرف، شرف قيادة الأمم في سبيل الخير. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، فسر إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي بحالة طبيعية مشاهدة حقيقية، وفسر بخلاف ذلك. فالتفسير الأول هو ما يكون من سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق، بحيث إن الله تبارك وتعالى يخرج كائنا حيا من كائن ميت، ويخرج كائنا ميتا من كائن حي. و
الذين ذهبوا إلى هذا التفسير ذكروا الكثير الكثير من الأمثال، فالمتقدمون ذكروا بعض الأمثال، والذين جاءوا من بعدهم ذكروا أمثالاً أكثر، وقالوا بأن النطفة هي ميتة، لأن الحياة التي اصطلح عليها لا تنطبق عليها، وإن قيل بأنها فيها حياة إلا أن هذه الحياة غير الحياة المتعارف عليها، وتخرج هذه النطفة يخرجها الله سبحانه وتعالى من الحي، من الإنسان والحيوان الحيين، ثم إن الله سبحانه وتعالى يخرج منها وهي ميتة حياً، فيخرج منها إنساناً ويخرج منها حيواناً. وفسر ذلك بإخراج الطائر من البيضة وإخراج البيضة من الطائر، فالبيضة هي ميتة تخرج من الطائر وهو حي، والطائر هو حي يخرج من البيضة وهي ميتة. وفسر ذلك أيضا بإخراج النخلة من النواة وهي حية، والنواة صلبة يابسة ميتة، وإخراج النواة من النخلة، وهكذا إخراج السنبلة من حبة القمح، وإخراج حبة القمح من السنبلة. وبجانب هذا أيضا هنالك من فسر تفسيرا تجريديا، وذلك أنه قال بأن المراد بإخراج الحي من الميت هو أن تتحول هذه النطفة نفسها إلى كائن حي، فإذا أخرج الله سبحانه وتعالى منها كائنا حيا بعد أن كانت ميتة. وإخراج الميت من الحي تحويل هذا الحي نفسه إلى ميت عندما يقبل له سبحانه وتعالى عليه بالموت، فهو يموت وتتلاشى أجزاؤه وتتفرق خلايا جسمه وتتحول إلى ذرات ترابية. والذين فسروا تفسيراً مجازياً قالوا بأن المراد إخراج الحي، إخراج المؤمن من الكافر، كإبراهيم عليه السلام الذي جعله الله سبحانه وتعالى من أبيه آزر، وإخراج الكافر من المؤمن، كإخراج ولد نوح من نوح عليه السلام. وهذا التفسير استدل له بقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فقد بين الله سبحانه وتعالى أن الهداية هي حياة، وأن الضلالة هي موت، وكذلك استدل له بما جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على نسائه فإذا بامرأة حسنة النغمة، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: هي إحدى خالاتك. فقال: إن خالاتي في هذا البلد لغرائب، أي خالاتي هي؟ فقيل له: هي خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث. فقال: سبحان من يخرج الحي من الميت. وكان أبوها كافرا من المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي امرأة صالحة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا القول. وأيضا فسر ذلك بإخراج النبات من الأرض، فإن النبات إنما هو حي، والأرض هي تتكون من التراب، والتراب هو ميت. وهذا أيضا استدل له ب
ما جاء من النصوص الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى بأنه يحيي الأرض بعد موتها، والمراد بذلك أنه عز وجل يرسل إلى هذه الأرض الغيث الذي يحولها إلى أرض خضراء بعدما كانت مذنبة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفسر ذلك أيضا بإخراج الجاهل من العالم وإخراج العالم من الجاهل، وبإخراج الغبي من الذكي وإخراج الذكي من الغبي، وبإخراج الفاسق من البار وإخراج البار من الفاسق، وهكذا. قد توسع الناس في التفسير فيما يتعلق بهذا الجانب. وترزق من تشاء بغير حساب. نعم، إن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء ما يشاء بغير حساب. قيل بغير حساب أي بغير حساب منه سبحانه وتعالى، بحيث إنه سبحانه يرزق عباده رزقا كثيرا من يشاء منهم غير مقدر وغير مقدر بالنسبة إلى العباد. أما هو سبحانه وتعالى فلا ريب أن كل شيء عنده بمقدار، ولكن جرت العادة أن يقال في الشيء الكثير بأنه يفوت الحصر، ويقال أيضا فيه بأنه لا يحصى. فهو سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. وقيل بغير حساب من غيره سبحانه، أي بغير تقدير من أحد، لأن الله سبحانه يفعل ما يشاء في خلقه، فهو عز وجل لا يحاسبه أحد على ما يفعل، يعطي من يشاء من غير أن يتدخل أحد لتحديد هذا الذي يعطيه. وقيل بأن المراد بقوله سبحانه وتعالى بغير حساب أي بغير أن يكون ذلك في مقابل عمل، فإن رزق الله سبحانه وتعالى لعباده ليس هو بمقادير أعمالهم، فهو يعطيهم الرزق من غير أن يكون ذلك الرزق في مقابل عمل عملوه، وإنما هو فضل منه سبحانه وتعالى. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. نعم، بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكره من اختياره لدين الإسلام بأن يكون دينا لعباده، واصطفائه للمسلمين لأن يكونوا حملة أمانته، وأن يكونوا أتباع الهداية التي جاءت من عنده بواسطة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، بيّن الله سبحانه وتعالى هنا وجوبا أن يحترز المؤمنون من موالاة أعدائهم الكافرين الذين رفضوا هذا الخير وأعرضوا عن هذا الحق وتصامموا عن هذا الداعي وتعاموا عن هذه البراهين، فإن عليهم ألا يوالوهم، إذ في موالاتهم لهم ما يؤذن بأنهم يصوبونهم على غيهم وضلالهم وفسادهم. ولا ريب أنهم بسبب إعراضهم عن الحق وتصاممهم عن نذره وحججه وتعاميهم عن براهينه هم معادون لله سبحانه وتعالى. وكيف يرضى أحد من عباد الله تعالى المؤمنين أن يوالي عدوا لله رب العالمين؟ فهم بهذا معادون لله،
ولا يمكن مع هذه العداوة أن يواليهم المؤمنون، فإن هذه الموالاة تتنافى كل التنافي مع ما يجب أن يكون عليه المؤمن من ولائه لله سبحانه وتعالى. والآية الكريمة قيل نزلت في جماعة من الأنصار كانت لهم صلات ببعض اليهود، وكان أولئك اليهود يطمعون في إغوائهم، وقد نصحهم جماعة من المسلمين عن هذه المصادقة لهؤلاء اليهود الطامعين في إغوائهم، ولكنهم أصروا على ذلك فنزلت الآية. وقيل نزلت في قصة حاطب بن أبي بلتعة، ذكر ذلك الفخر الرازي ونسبه إلى مقاتل، وذكره أيضا ابن عطية، وأظن أن أبا حيان ذكره أيضا، وذكره جماعة من المفسرين المتأخرين، وقد أورد هذا الإمام محمد عبده وتعقبه السيد محمد رشيد رضا بأنه لعله نسي، وذكر بأنه لم يجد أحدا من المفسرين من ذكر بأن الآية نزلت في قصة حاطب بن أبي بلتعة، ولكن يبدو أن السيد محمد رشيد رضا نفسه إما أن يكون نسي، وإما أن يكون لم يطلع على ما ذكره المفسرون. فالقصة قيل بأنها سببت لنزول الآية الكريمة، ومنهم من قال بأنها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، عندما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجند حلفاءه من اليهود، وكانوا نحو 500، من أجل مناصرة المسلمين في غزوة الأحزاب، فنزلت الآية الكريمة، وقيل غير ذلك. ومهما يكن فإن الآية الكريمة تشدد في موالاة القوم الكافرين، وهذا مما ورد في الكثير الكثير من الآيات. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم يقول محذرا لعباده المؤمنين: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وهذا يفيد أن المؤمنين لا يجوز لهم بحال أن يوالوا أعداءهم الكافرين، لأنهم أعداء لله سبحانه وتعالى وأعداء للمؤمنين أنفسهم، فكيف يوالونهم مع ذلك؟ ومع هذا كله فإن هذه الموالاة مع ما يصحبها من الكثير الكثير من التنازلات لا تجدي هؤلاء المؤمنين شيئا، فأولئك لا يضمرون في نفوسهم إلا الحقد والكراهية. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. ثم إن مودتهم دائما أن يكونوا كافرين ككفرهم، ولا يرضيهم دون ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في خطابه لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مستمعي الأكارم، ما تبقى من تفسير الآية 27 والآية 28 من سورة آل عمران سنتابعه في حلقتنا القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة.
تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.